طبعا يا جماعة، لو انت اول مرة تتفرج على فيديو دوت او اول مرة تتفرج على المحتوى ده، طبعا يا جماعة كل الفيديوهات اللي انت هتشوفها دي دلوقتي ديت بداية يا جماعة، من بداية الصفر خالص لغاية اللي وصلت فيه اللي هتشوفه في اخر الفيديو، من بداية للنهاية. طبعا لو انت مبتدئ عايزك تتفرج عليه، عشان ده طبعا يا جماعة هيكون تحفيز ليك، انا عامل الفيلم ده تحفيز. فطبعا يا جماعة يلا دلوقتي هنتفرج على اول فيديو ونشوف البداية كانت عاملة ازاي. طبعا دي يا جماعة البلكونة اللي انا بديت بيها، ماشي، كانت لسه يعني اهي السلكة اللي فوق خالص دي اللي هي موجودة عندي برضك لغاية دلوقتي، كانت بداية يا جماعة في بلكونة. كنت بص حمام كان كركندي وعبسي والكلام ده كله. طبعا انت ما لو انت بتربي في بلكونة او حاجة زي كده ما تيأسش وما تقولش انا هبقى اوصل ومش هوصل، لا هتوصل، بس كمل الفيديو للاخر وهتشوف المراحل اللي وصلت لها بالصبر. طبعا يا جماعة دي كانت اول حاجة البلكونة، ماشي، ودلوقتي برضك هوريكم الحمام اللي هو في السلكات دي. طبعا يا جماعة محدش بيبتدي واحدة واحدة، ده كان ذكر، دي كانت نتاية بلدي، والذكر ده كان عامل زي المراسلة كده بوش مقبي. دي كانت برضك بدايتي في الحمام، الحمام اللي انا كنت بجيبه من البداية، وده الذكر العنبري كشك اللي عندي لغاية دلوقتي، ودي كانت نتاية استرالية معاه، ودي كده كان الحمام بيطلع يركن فوق هنا، ماشي. بعد كده يا جماعة ربنا كرمني وعملت الغير اللي انتوا شايفينها دي، يعتبر عشة اللي انتوا شايفينها دي، دي برضك انا ابتديت عملتها، كانت معمولة من حصير وسجادة يا جماعة لو انتوا واخدين بالكم، بصوا حصير وسجاد. وبعد وكان وش العيون دي، ده كان جنب العيون كنت رصاصة عاملها جنب، يعني هي كانت عشة بصوا من حصير وسجاد. برضك ربنا كرمني وعليت واحدة واحدة، ماشي اهيك، حتى شبكة القمرية بتاعتها كانت من شويلة. بصوا يا جماعة اهي كانت من شويلة. بعد كده يا جماعة برضك ربنا كرمني عملت عشة، بس هي كانت صغيرة، عشة صغيرة برضك من خشب وسجاد وحصير والحاجات دي كلها، ان دي كانت باظت طبعا من الشمس، ماشي، كانت دي باظت من الشمس. فتعالوا نشوف دلوقتي التانية اهي يا جماعة، بصوا كانت عاملة ازاي برضك، ما يقستش ربنا كرمني وعملت دي، كانت من حصير وسجاد والكلام ده كله ومن خشب، وكانت بصوا عاملة ازاي مبهدلة خالص، بس كانت يعني شوفوا من بلكونة لعشة كبيرة شوية بعد كده العشة دي. بعد كده يا جماعة هتشوفوا العشة اللي هي موجودة دلوقتي، بس طبعا لما نخلص بص يا جماعة، دي كانت النضارة، ودي كان الحبل بتاع شبكة القمراية، وده كان الزرار بتاع النور. ودلوقتي هتشوفوا شبكة القمراية يا جماعة، بصوا دي كانت شبكة القمراية بتاع العشة القديمة، برضك ما يقسش واحدة واحدة عليه. فدلوقتي يا جماعة هنشوف الفيديو بتاع بقى الغية اللي هي دلوقتي موجودة، وشوفوا ازاي من بلكونة وصلت للغية دي. اي طبعا يا جماعة دي كانت اول ما اتعملت الغية، كان عامل فيها اضاءة، كنت عامل فيها اضاءة وشغل يعني ايه حاجة كده تطورات، يعني حاجة للقعدة وحاجة زي كده. اهي الغية يا جماعة كانت لسه، لما كانت لسه جديدة، كان بصوا التصوير ده كان اول يوم ليها خلصت فيه. يعني انا عايزك انت كمبتدئ ما تيأسش لو بتربي في منور. انا والله يا جماعة قبل البلكونة دي كنت بربي في منور، وبعد كده طلعت البلكونة، بعد كده العشة اللي انتوا شفتوها، بعد كده الغية اللي قبل دي اللي هي العشة اللي قبل دي، بعد كده ربنا كرمني بالغية دي وعليت واحدة واحدة. فانا عايزك ما تيأسش، ودلوقتي هنتفرج على الغية ديت دلوقتي في النهار والحمام اللي فيها ده كله. يلا بينا يلا بينا. وطبعا زي ما شفتوا التطورات اللي وصلت لها كلها من البلكونة لغاية الغية ديك. طبعا انا عملت الفيديوهات دي ركبتها وعملتها زي نظام فيلم كده يا جماعة قصير، عشان خاطر تحفيز ليك انت كمبتدئ. وطبعا من الحمام البلدي اللي انتوا شفتوه والحمام الكركندي والحاجات دي، ربنا كرمني ووصلت للحمام ده اهو، الحمام ده ربنا كرمني وجبت حمام غزار،
ولسه طبعا يا جماعة بطور من نفسي ماشي. فتعالوا بقى طبعا كده، طبعا انتوا كنتوا شايفين البلكونة بتاعتي في البداية خالص ما كنتش بعرف انيش. تعالوا برضك دلوقتي كده افتح لكم يا جماعة الحمام اهو، شوفوا برضك دلوقتي بقيت اعرف انيش والدنيا بقت مظبوطة. هو يا جماعة حمام اهو، لسه طبعا في حمام ما طلعش اهو يا جماعة. ثانية واحدة اهو يا جماعة، فطبعا يا جماعة عشان خاطر ما اطولش عليكم، انا عايزك انت كمبتدئ او لسه بتربي حمام ما تيأسش، وهيجي يوم ليك هتوصل. ولسه الحمد لله بطور من نفسي، ولسه انت ذات نفسك هتطور من نفسك وهتوصل في الحمام لغاية اما تبقى اكبر غاو في الدنيا كلها. طبعا دي كده فيديو بسيط وتجربة انا حبيت اوريها لكم عشان خاطر انت ما تيأسش من تربية الحمام وتقول الحمام هفضل في اللي انا فيه، لا حاول تطور من نفسك وهتوصل واحدة واحدة. وده كده كان الفيديو بتاعنا، لو انت اول مرة تشوفني اشترك في القناة. كان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.